انا اسمي ايمن سزا 16 سنه انجينير انفورماتيك. حكيتي مع الانتربرونيا بديت جوست بعد البي اف او وقت اللي لقيت روحي انه لازمني نلوج على خدمه. دوكو اللي قلت علاش ما نعملش خدمه روحي، علاش ما نصنعش انا الخدمه للعباد الاخرين. دونك جات لي دي نتاع proffers. في 6 اشهر نتاع الانكوباسيون نتاع زلاب تعلمت كيفاش نخرج من الاسبي تكنيك للاسبي بزنس. لي فورماسيون اللي عملوهم لنا تعلمت بهم كيفاش نصنع البزنس بلان للبروجي نتاعي، تعلمت اوسي كيفاش نخرج نحكي مع الكليون، كيفاش نحكي على ليدي نتاعي. وتوا تنجموا تدخلوا تشوفوا proffers.in بلي سيرفيس اللي نقدموا فيهم وبلي زافونتاج اللي نقدموه.